اعتقد سوق الخميس مفيش شبر فاضي في السوق، حركه البيع والشراء وبالذات العجول واقفه طوابير بالنسبه للي هم مقبله على الاضاحي والبيع والشراء، وهنشوف ونتابع لحظه بلحظه. ادي احد التجار عاوز بنمس عليك، مساء الخير، قول لنا بقى. ادي طبعا المشهد، احنا حبينا نقف في مكان عالي عشان نوريكم امتداد اكتر من كيلو وفي نعم امتداد اكتر من كيلو اهو. تعالى بقى نشوف قعد التجار، قعد التجار. قول لنا بقى اللحم اللي قايم عامل كام بالنسبه للجاموس؟ ب 145 ل 150 هندسه. والبقر ب 160 ل 165 و170 هندسه. و170 هنتابع طبعا. معاكم اسمك ايه؟ المعلم ايه؟ احمد الجمال يا باشا. ماشي يا معلم احمد، هنتابع طبعا لحظه بلحظه معاكم الاسعار المتنوعه. طبعا حركه زحام شديده جدا وكبيره، حبينا بس نوريكم ده صوره من اعلى. انتوا شايفين الاعداد الغفيره اللي في السوق، امتداد كبير وعدد كبير بالنسبه لبيع الماشيه قبل عيد الاضحى المبارك، سواء للجاموس او للابقار. ده طبعا هنعرف اسعار اللحم القايم بالنسبه للجاموس والبقر قبل العيد، وكذلك طبعا حركه البيع والشراء في سوق الخميس قبل سوق واحد من انعقاد قبل عيد الاضحى المبارك، قبل عيد الاضحى المبارك. خلينا نشوف الاسعار المتنوعه. انتوا شايفين، عايز اقول لكم بقى ان السوق دي ليه قصه. قصته ايه؟ السوق ده بيجي له يعني الاف الالاف الالاف من مربي الماشيه والتجار، يعني اعداد. احنا لسه في اول ساعه لانعقاد السوق، انا عاوز اقول لكم بس اهو، عاوز اشوف تتصفحوا. طبعا احنا مش عارفين، مفيش شبر فاضي، مفيش شبر لادم فاضي، زحام رهيب. الصوره بألف كلمه وألف معنى واعداد. هروح حسن، هروح اللي هو موجود وهنتصفح في خلال الجوله طبعا الاعداد الكبيره داخل السوق. عاوزين نعرف نعرف اكتر بالنسبه للاسعار المتنوعه. اسعار المتنوعه طبعا لحركه البيع والشراء، حركه البيع والشراء. السوق عامل ايه النهارده يا ريس؟ مش عاوز كده. ماشي، ادي طبعا وبنتابع طبعا من خلال الجوله. خلينا ناخد نتصفح شويه داخل السوق. ادي طبعا عاوز اقول لكم بقى ان كلام التجار النهارده بتبدا عمليه الشراء بالنسبه للاضحيه السليمه من 65000 جنيه وانت طالع بقى ل 70 و80. حركه تداول العجول النهارده للاضاحي كبيره جدا، يعني لدرجه ان طبعا انا مش عاوز اقول لكم، بصوا انا 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 عايزك تتخيل معايا المسافه اللي موجود فيها الاعداد الغفيره بالنسبه للتجار ومربي الماشيه اللي جم من كل حد وصوب في سوق الخميس في محافظة كفر الشيخ. السوق ده بيجمع أكتر من خمس ست محافظات، وعد من أكبر الأسواق في محافظة كفر الشيخ وفي منطقة الدلتا، من الأسواق الكبيرة جدا والضخمة. هو طبعا سوق ده ميزان في منطقة الدلتا بالنسبة للأسعار بشكل كبير، وأسعار متوسطة في متناول يعني اللي هم قادمين على طبعا الذبيحة الأضحية، واللي هي بتبدا من 65000 وانت طالع، وبتبدا حركه البيع والشراء طبعا في مساء يوم الاربع، وبالسوق بيستمر حتى صباح يوم الخميس لليوم التالي. خلينا اقول لكم كمان ان التجار قالوا لنا النهارده ان الاقبال على حاله الشراء كبيره، طبعا عشان فاضل عيد واحد فقط على عيد الاضحى، وكل عام وانتم بخير، وده هيكون السوق اللي قبل الاخير، يعني السوق اللي جاي هو الاخير عشان اللي عاوز يشتري بالنسبه للاضاحي، اللي هو هيشتري بالنسبه للاضاحي السوق اللي جاي هو السوق الاخير. احنا طبعا بنتفقد من خلال الكاميرا وحركه البيع والشراء، احجام مختلفه للعجول والبيع والشراء، بتبدا طبعا من اسعار 65000 وانت طالع لاسعار وانت لحد 70 و80 و90 و100 وفوق ال 100 كمان بالنسبه حسب حاله العجل وحسب وزنه وحسب عمر العجل. خلينا نتابع ونتصفح معاكم كمان خلال هذه الجوله. عايز اقول لك كمان ان طبعا قبل ما تشتري الاضحيه لازم تتاكد ان هي سليمه، ولازم يكون حد معاك
يعني بيفهم في تربيه المواشي. لو انت طبعا مش من المربي الماشيه او من التجار العاديين عشان تشتري اضحيه سليمه يكون فيها اي لغط او اي مثلا لا قدر الله امراض. وطبعا الامانه مطلوبه في حركه البيع والشراء، وكذلك كمان ان لازم تشتري انت حاجه هتدفع فيها فلوس لازم تشتريها وتتاكد من سلامتها وانها حاجه كويسه جدا وجيده. خلينا اكتر من 150 و152.